السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير. معكم أخوكم سلطان قحطاني من موقع التقنيب الأحدث. اليوم عندنا استعراض للهاتف المحمول هواوي السين بي 7، النسخة المطورة من البي 6 اللي صدرت في العام الماضي. هذا الهاتف متوفر الآن في السوق السعودي بنسختين، الأولى تكون بشريحة واحدة تدعم شبكات الجيل الرابع، وفي النسخة الأخرى اللي هي بشريحتين تدعم شبكات الجيل الرابع. أول هاتف في العالم يدعم شريحتين تدعم شبكات الجيل الرابع. النسخة التي لدينا سعرها 1699 ريال سعودي. فيما يخص بالمواصفات الخاصة بهذا الهاتف المحمول، فإنه يملك معالج الخاص من شركة هواوي كما هو موجود في البي 6، لكن ترددات المعالج 1.8 جيجا هرتز رباعي النواة. الذاكرة العشوائية عندك هنا 2 جيجا بايت، وعندك الساعة الداخلية 16 جيجا بايت مع منفذ الذاكرة الخارجية مايكرو اس دي. البطارية الموجودة في هذا الهاتف هو 2500 ملي امبير. كاميرا خلفية بي اس اي مع او بدقة 13 ميجا بكسل مع فلاش ال اي دي. والكاميرا الامامية، وهذا اللي راح يحبونه كثير محبين السيلفي، اللي هو 8 ميجا بكسل. طبعا الهاتف يملك مقاس شاشة بمقاس 5 انش، يدعم تقنية البلوتوث والان اف سي والوايرلس والدي ال ان اي. فيما يخص بالتصميم الخاص بهذا الهاتف، فإنه تحسن بشكل ملحوظ عما هو موجود في النسخة السابقة. لا زال غير مختلف تماما عن ما هو موجود في البي 6، لكن وضعت هواوي هذه السنة أو مع نسخة البي 7 الطبقة الأمامية والطبقة الخلفية أصبحت بطبقة الحماية غوريلا جلاس الجيل الثالث. الإطار الجانبي من اليمين واليسار وحتى الجهة العلوية أصبحت مصنوعة من المعدن، والجهة السفلية اللي هي لا زالت مصنوعة من البلاستيك. طبعا هذا طبعا منحني بشكل واضح مقارنة بالجوانب الأخرى بحيث يسهل إمساك الهاتف من الجهة السفلية. فيما يخص بجودة التصنيع، أجدها ممتازة ما فيها أي مشكلة، لكن راح تواجه في مسألة ترك بصمات على هذا الجهة الخلفية أو الجهة الأمامية. فيما يخص سماكة والوزن الخاص في هذا الهاتف، فالهاتف بسماكة 6.5 مليمتر والوزن الكامل له 124 جرام. فمقارنة بالهواتف الأخرى اللي بمقاس 5 إنش، هذا يعتبر الأقل والأخف وزنا، بل أنه بسماكة ممتازة ووزن صراحة أشوفه ملحوظ. طبعا هو أكثر سماكة وأكثر وزن مقارنة بالنسخة السابقة، لكن هذا لا يعني أنه سيء، بالعكس أجده أفضل. فيما يخص بالشاشة، عندك 5 إنش، صراحة تفاجأت بشكل كبير من هواوي واستخدام الشاشة بشكل ممتاز جدا، من أفضل الشاشات اللي راح تشوفها أو أعتبرها من أفضل الشاشات على مقاس 5 إنش بدقة 1080p. عندنا 1080x1920 بكثافة بكسلات مجنونة 455 بكسل لكل إنش. فالألوان، زوايا الرؤية، درجات التباين، عمق الألوان في هذا الهاتف شيء خيالي صراحة. وهذا نموذج بسيط جدا من الفيديو اللي كان موجود بداخل الهاتف، واللي يعرض لك أيضا قوة الألوان أو الشاشة نفسها. طبعا الصوت يكون هنا. فأقدر أكد لك أن الشاشة في هذا الهاتف محمول الصراحة ممتازة. فيما يخص بالمنافذ، فعندك هذه الجهة اليسرى ما في أي شيء. من جهة هنا راح تشوف منفذين للذاكرة الخارجية والمايكرو سيم، شريحة صغيرة الحجم. الزر الخاص بالطاقة أجده مكانه ممتاز بحكم أنه موجود في منتصف وفي الجهة الجانبية بدل ما يكون في الجهة العليا. وعندك زرية التحكم بمستوى الصوت. فيما يخص بالجهة الأمامية، فعدد المستشعرات بما فيها نظام الإنارة LED موجود في النص في المنتصف، وعندك الكاميرا الأمامية، وعندنا الشعار الخاص بواوي، والأزرار التحكم النظام أصبحت هي موجودة أو مدمجة في نفس الشاشة. من جهة العلوية منفذ 3.5 ملم مع منفذ المايكروفون ومايكرو يو اس بي، والبطارية اللي هي غير قابلة للإزالة. فيما يخص بالأداء والبطارية، طبعا الهاتف المحمول يملك مواصفات عالية لكن لا تعتبر من ضمن الهواتف الخارقة. الأداء حسب ما رأيت واستخدمت لحد الآن جيد جدا، ما في أي مشكلة واجهتها في مسألة التعليق أو التأخير، يعني فيها ما واجهت أي مشكلة في مسألة إدارة المهام. أيضا اللعب ببعض الألعاب على معالج رسوميات 450 من نوع مالي، فما واجهت أيضا فيها مشكلة. طبعا لا تضغط على الهاتف بشكل قوي بحيث أنه بعدين تشوف في مشكلة راح تظهر بعدين. طبعا في أشياء حلوة في مسألة الأداء وضبط الأداء، راح
احكيها في مساله النظام. فيما يخص بطارية 2500 ملي امبير، الشركة وظفت بطارية كويسة في ما يخص بأداء البطارية، أشوفها ممتازة بحيث أنها صمد معنا اليوم كامل. في خاصية اللي هي باور سيفنج، اللي راح تسمح لك باختيار 3 وضعيات لاستهلاك البطارية. الوضعية الأولى اللي هي النورمال، واللي هي تقوم ب ضبط المعالج بشكل خاص بحيث انه يكون الاداء اليومي. السمارت اللي هو يسوي لك كل شيء تلقائيا من ناحية ضبط المعالج في حال ان كانت البطارية في وضعية خطرة، او اذا كانت الشبكة مثلا تدفق البيانات من خلال الشبكات ايضا يقوم بضبطها. اما اذا كانت البطارية في حالة حرجة جدا يعني 8%، فهنا انصحك تضغط على الالترا، واللي هو راح يضبط الهاتف المحمول على اساس فقط يسمح لك بعمل مكالمات واستقبال مكالمات وارسال رسائل نصية او قراءة الرسائل النصية. هذه الوضعيات اللي فعلا 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 عجبتني على هذا الهاتف المحمول. لاحظ انه يسوي باور مونيتورنج، يعني يراقب اداء البطارية على بعض البرامج الموجودة هنا، فممكن تقول له سوي لي اوبتمايز على المسألة. اذا لقى شيء معين قاعد يستهلك اكثر من المعدل الطبيعي، فممكن تقول له اوبتمايز وقاعد يضبط لك اياها. فيما يخص بالكاميرا، فالكاميرا السالفة يعني يبغى لها موضوع ثاني، لكن ابرز الاشياء اللي عجبتنا في الكاميرا انه 13 ميجا بكسل مستشعر من نوع بي اس اي، بامكانه تصوير فيديو بدقة 1080 بي. طبعا من ناحية الواجهة، فممكن تلاحظ في عدد من الخصائص الكثيرة، فممكن تختار مثلا وضعية التصوير العادي او التصوير الذكي، اللي هم يسمح لك بضبط كافة الخصائص من شكل تلقائي. ال HDR البانورامي اللي هو الفلاتر زي ما شفتوا قبل شوي، والاوديو نوت اللي هو ملاحظة صوتية، اوديو كنترول اللي هو اللي يسمح لك باصدار امر لالتقاط صورة، واخيرا بيست فوتو اللي هو مسؤول عن التقاط اكثر من صورة، ومن ثم يقوم باختيار لك مثلا افضل صورة من بين هذه الصور. عندك وضعيات ايضا كاملة فيما يخص بضبط الكاميرا او الفيديو، في من ناحية درجة الوضوح، في اشياء اخرى مثلا تطلبها منه، مثلا تفعيل تقنية الجي بي اس حيث يقوم بربط الصورة في حال انه تبغى تعرف وين التقطت هذه الصورة لاحقا. طبعا هذه فيما يخص الكاميرا الخلفية، لكن الكاميرا الأمامية سالفة ثانية. 8 ميجا بكسل، فعندك شيء ممتاز جدا. واحد من الخصائص اللي تعجبني صدق، اللي هو اذا كان مثلا اول ما تشغل الكاميرا الاماميه راح يظهر لك رساله بهالطريقه، يقول لك ناظر على الجهه الموجوده هنا بحيث انه ياخذ لك الصوره بشكل افضل. فانت لما تناظر هنا، فيقول لك على سبيل المثال الصوره صارت ممتازه، تقدر تاخذ صوره. فالشيء جيد صراحه انه يقول انه في مساله التصوير مع ضبط الحركه بشكل ذكي جدا. فهذه واحدة من الخصائص اللي أيضا عجبتني في هذا الهاتف، اللي هو أو الكاميرا الأمامية للهاتف المحمول هواوي السين بي 7. ممكن من الأشياء اللي أنت تشوفها في هذا الهاتف، فاللي هو تصوير بانورامي. تخيل تقدر تصور بانوراما على الكاميرا الأمامية. فكل اللي عليك أول شيء تسويه تاخذ صورة لخشتك، وتقول له ناظر هنا، زي ما أنت شايف يقول لك ناظر هنا. بعدين حرك الصورة بحيث أنك تحركها على المربع المظلل، اوكي، ثم قال لك حركها على الجهة الثانية، لازم نضبطها، اوكي تمام ضبطت اخيرا. فتصوير بانورامي يفيدك في شغلة، اللي هو اذا كان عندك اكثر من شخص، نقول 7 اشخاص 8 اشخاص، بتاخذ صورة واحدة، فممكن تشوف النتيجة زي ما انت شايف هنا طالع الصورة بانورامية. فأشوفها أيضا حلوة، يعني تناسب حقين السيلفي أو محبين السيلفي اللي غثونا فيها. فكاميرا أمامية ممتازة من ناحية الجودة، من ناحية الإضاءة، فأشوفها ما فيها أي مشكلة، بالعكس يعني تقدر تقول أنها أفضل من أي كاميرا أو أفضل من أي هاتف مزود بكاميرا أمامية بدقة 2 ميجا بكسل أو حتى 5 ميجا بكسل. هذا فيما يخص الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية. تقدر تشيك على جودة الصور والفيديو في الرابط الموجود بالأسفل. واحد من الأشياء أيضا اللي أضافتها في مسألة الكاميرا، هو بإمكانك إطلاق الكاميرا وأخذ الصورة يعني بشكل سريع جدا. فكل اللي عليك تضغط على الزر اللي هو يسوي لك تقليل في مستوى الصوت مرتين، فتلقاه
اخذ الصورة، شوف السرعة اللي اخذها في الصورة، شيء خرافي صراحة. لكن اذا سويت هذا الشيء، اول شيء لازم تحافظ على ثبات الهاتف المحمول، لانه ما راح يهتم بمسألة الفوكس. فاذا انت ما انتبهت لهذه النقطة، معناتها الفوكس راح يطلع عندك سيء جدا. فيما يخص بالنظام 4.4.2، نظام الاندرويد الكيت كات مع الواجهة الخاصة بشركة هواوي الروم الصيني، يعني في اشياء مألوفة جدا سبقا رأيناها في عدة من الهواتف الصينية، لكن يبقى الروم يعني هواوي يعني جيد جدا. فيما يخص بعض الخصائص الجديدة اللي ممكن تلاحظها في هذا الهاتف المحمول، فعندنا كذا خاصية رأينا فيها. مثلا إذا كانت الواجهة معقدة جدا بالنسبة لك، ومثلا ما أنت عارف كيف تتعامل معها، فممكن تروح للهوم سكرين ستايل وتختار اللي هو سيمبل. إذا سويت سيمبل معناته راح يعدل لك الواجهة بحيث إنه يكون كل شيء بسيط، كل شيء سهل جدا الوصول إليه. هذا ينفع للي عنده مثلا ضعف نظر أو إنهم كبار في السن، فأشوفها مناسبة لهم. فممكن هنا أيضا تشوف زي ما أنت شايف إنه قاعد يضبط لك كل شيء بحيث يكون كل شيء كبير وأيقونة كبيرة، يعني حركة حلوة الصراحة. فممكن أيضا تروح لضبط الإعدادات وتضبط الشاشة، واحدة من الخصائص اللي ما صرنا نادرا نشوفها اللي هو الكلر تمبرتشر، اللي هو درجات الحرارة للألوان. في عندك تضبط الحساسية حقة اللمس، بحيث إنه بإمكانك استخدام الشاشة حتى لو كنت ترتدي القفازات. واحدة من أيضا الخصائص اللي عجبتنا في هذا الهاتف هو الباور مانجمنت، اللي ممكن أو الفون مانجمنت، اللي ممكن يضبط لك عدد من الأشياء الموجودة هنا. فمثلا عندك البطارية، سرعة الهاتف أو أداء الهاتف بشكل خاص، يضبط لك الأداء الخاص ويقول لك وش التطبيقات الموجودة، وش اللي عليك لازم تسكره، ينظف لك المساحة التخزينية من خلال مسح كامل لكافة ما هو موجود في نظام الهاتف المحمول. بالتالي راح تعرف وش اللي أشياء ممكن. مثلا هنا قال لك في 43 ميجا بايت تستاهل إنك ترميها بالزبالة، فيقول لك أوكي ترميها. فعجبتني الحركة الصراحة في مسألة إدارة الهاتف حتى من تلقاء نفسك بدون ما تستخدم برنامج من الطرف الثالث، فأشوفها أيضا ممتازة. هذه واحدة من الخصائص. ممكن تروح للثيمات مثل الموجودة في الهواتف الصينية وتختار ثيمات تغير لك بشكل كامل الهاتف المحمول من ناحية شاشة القفل والأيقونات. فعندك كثير من الخيارات، ممكن تغير مثلا الخلفية الموجودة في شاشة القفل، ومثلا او الموجوده في الواجهه الرئيسيه. طبعا زي الروم الصيني ما في اي، او عفوا ما في قسم للتطبيقات، فكل شيء راح يكون في الواجهه الرئيسيه، فلذلك لازم ترتب كل شيء علشان ما يحوس عليك الموضوع. ففي اغلب الخصائص اللي تشوفونها هنا قدامكم هي اشياء سبقنا استعرضناها مسبقا، سيتنج اللي هو الفايل مانجر، اداره الملفات، أشياء سبق أن شفناها في البي 6، يعني ما فيها أي شيء جديد. لكن من ناحية الخصائص يعني أشوفها والله في تطور كبير جدا في ناحية الواجهة الخاصة بشركة واوي، زي ما تشوف اللي هو واوي اللي هو كلاود بلس، اللي هو التخزين السحابي اللي ممكن يسوي لك باك اب في الموضوع، دو نوت ديسترب، وضعية اللي هي بحيث أنه يستقبل الهاتف المحمول كافة المكالمات، ومن ثم وضعها على وضعية الصامت أو الرسائل. ف بس هذه الخصائص اللي لاحظناها في الهواتف، في الهاتف المحمول الواوي السين بي 7. ترقبوا المراجعة إن شاء الله، نشوفكم على خير، مع ألف سلامة.